بنيت النواة وخصائصها. تعتبر الطاقة النووية مصدرا واعدا للطاقة اللازم لإضاءة وتشغيل المصانع، ولهذا اتجهت كثير من الدول لتطوير برامج نووية من أجل استغلال هذه الطاقة. الآن مصدر الطاقة النووية هي النواة، والنواة هي جزء صغير جدا يوجد في مركز الذرة ويتركز فيه معظم كتلة الذرة. بنيت النواة وخصائصها. اقترح ريذرفورد نموذجه الذري، حيث افترض فيه أن الشحنات الموجبة تتركز في حيز صغير جدا يقع في مركز الذرة وأسماه النواة. مكونات هذه النواة تتكون من بروتونات ونيوترونات. البروتونات هي جسيمات صغيرة جدا شحنتها موجبة موجودة داخل النواة. اكتشف ريذرفورد هذه الجسيمات عند قذفه النيتروجين بجسيمات الألفا. إذا هذا هو النيتروجين، قذفه بجسيمات الألفا. لاحظ انبعاث جسيمات لها خصائص نواة الهيدروجين وأسماها بروتونات موجبة. النيوترونات هي جسيمات صغيرة جدا متعادلة الشحنة توجد داخل النواة، يعني موجبة وسالبة. اكتشف شادويك هذه الجسيمات عندما قذف صفيحة من البريليوم بجسيمات ألفا، فلاحظ انبعاث جسيمات غير مشحونة اسمها نيوترونات. كيف توصل العالم شادويك أن النيوترونات هي متعادلة الشحنة؟ لأن النيوترونات لم تتأثر بالمجال الكهربائي والمغناطيسي الموجودين، لذلك استنتج أنها لا تملك شحنة، أي أنها متعادلة كهربائياً.